بصراحة يا بنتي هو حالته خطر، كنت عايز أنقله للمستشفى، لكن علشان نتفادى المضاعفات اللي جايز تتسبب من نقله هديله العلاج هنا، وأفتكر الأفضل إني أجيب له ممرضة تسهر جنبه. دكتور ممكن أنا؟ بس لازم سهر ليل ونهار، ده هيكون زي الطفل الصغير يتحرك كتير وهتجيله أدوار عصبية، فلازم يتراقب كويس. دكتور مش ممكن حد هيهتم بيأدي. أنا عندي الليلة أديله حب فلك وهجيب لك الدواء معايا. عملك سعيد يا بنتي. دكتور دكتور انا قبل ما اجي هنا حطيت الشنطه في اللوكاندا الاوبرش، لو سمحت اتكلمهم في التليفون. حاضر يا بنتي هكلمهم يجيبوها لك.